كرة عرضية خطيرة مرة إلى خارج الملعب إلى على الكرة الثابتة وأهمية راسية جول جول للمنتخب الأوغندي صابر اللي تحدث عن أهمية الكرات الثابتة والمنتخب الأوغندي يتقدم الهدف الأول برأسية جاءت من ركنية روعة الهدف وروعة التنفيذ للركنية على القائم القريب يضرب دوسابر الآن بهذا الهدف اللي بكل تأكيد جاء من عمل من المدير الفني الرائع الفرنسي دوساب رأسية من على القائم القريب لباتريك كادو تأتي بالهدف الأول للرافعات الأوغندية أمامنا ترفع الآن في هذه اللحظات الهدف الأول بضربة رأس جميلة عن طريق كادو والثاني أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 يأتي بهذه الطريقة النسخة الحالية هي النسخة رقم 24 في تاريخ مشاركات المنتخب المصري هدف ثاني استخلاص لهذه الكرة ومحاولة للتسديد والتسديدة من بعيد المنتخب الأوغندي تأخذ على حدود منطقة الجزاء تبريرة بجانب اللاعب أوكوي هنشوف فاروق لمس الكرة فاروق وادي راح على طول حارس المرمى متام بين جومبي بسنتيمترات قليلة مرت هذه الكرة أعلى المرمى الكونغولي محاولة الآن وفرصة وتسديدة حرة لكن لم يعطي الخطأ دي رأسية جول جول ومن كرة ثابتة أخرى يأتي الهدف الثاني للمنتخب الأوغندي في هذه المباراة الله على ضربة الرأس الله على هذا المنتخب الأوغندي الجميل ومرة أخرى الرافعات الأوغندية ترفع الهدف الثاني الآن عن طريق اللاعب مانويل أوكوي اللاعب اللي تعرض لهذه الإصابة القوية لكن في الكرة الثابتة يأتي بالهدف بهذه الطريقة الجميلة هدفين بضربات رأس من جانب المنتخب الأوغندي ومن